في المقابل رد الكرملين على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدة أن موسكو لن تكون طرفا فيما وصفتها بحرب التغريدات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي كلمة له أكد أن بلاده ستستخدم جميع ما سماها صلاحياتها لتنفيذ التزاماتها في سوريا، محذرا أن تكون دوما ذريعة للهجوم على دمشق. ومن جانبه أكد نواب روس وجود اتصالات بين موسكو والجيش الأمريكي بشأن سوريا. هذا وأفادت مصادر مطلعة بإخلاء قوات النظام السوري لمواقعها تحسبا لتوجيه ضربة عسكرية إليها.